مرحبا بكم في قناة دي دو سامودي. السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة دي دو سامودي. النهار ان شاء الله غنتكلموا على واحد الموضوع ديال الارانب حديثي الولادة والجرب. يعني شحال من واحد، يعني اي مربي ارانب كيخاف بالدرجة الاولى من الجرب. وفعلا هو الجرب يعني هالك، يعني كيهلك المشروع ديال الارانب. بالنسبة للأرانب حديثي الولادة شنو كنستعملوا لهم؟ يعني إما اللواط بحال هذا، يعني كاين اللي كيستعمل الصوف، كاين اللي كيستعمل النجارة، كاين اللي كيستعمل التبن، وكاين اللي كيخلي الأنثى هكاك هي كتنتف الشعر ديالها وكتغطيهم. إنما ملي كيبداو يكبروا، يعني في الاسبوع الاول الاسبوع الثاني وخصوصا في الاسبوع الثاني، يعني المراحل ديال النمو ديالهم الى تبعتوها كتلقاو انهم كيبدا يكبر لهم الشعر، كيبدا يحلوا عينيهم، كيبدا التحرك يعني بواحد السرعه. في الاول ما كيكونوش كيتحركوا بواحد السرعه، ولكن هاد الارانب يعني كيرضعوا منهم الحليب. ولكن ما جاناش واحد التساؤل ان الارانب هادو راهم كيبرزوا واحد البراز، يعني الفضلات ديالهم اعزكم الله، وكاين حتى يعني الماء ديالهم، يعني البول ديالهم اعزكم الله. يعني هاد الشبيكات، مثلا هاد الشبكه اللي راني داير هنايا، ها هي راها متقبه منفسه، ها هي فيها الثقوب، انتم كما كتشوفوا ثقوب. ولكن الناس اللي دايرين مثلا صناديق، صندوق عادي، ما كتخيلوش ان هذاك البراز وهذوك التبول ديالهم واش غادي ياثر عليهم ولا لا. بطبيعه الحال غادي ياثر عليهم، لان داك الشيء غادي يبقى يتجمع، يعني بهاد الشبيكات هادو راهم مزيانين، يعني كيبقاو داك الشيء اللي كيخرج كيخرج عبر الفتحات. ولكن حتى هذا الصوف هذا الا مشاو تتبولوا فوق منه كيبقى سارد، هذاك الفزك ديالهم ممكن انه ياثر عليهم ويعني يخرجوا من يلاه يبغوا يخرجوا بالجرب. يعني هذا الجرب يعني هو القاهر ديال المشروع ديال التربيه ديال الارانب، لانه كينتشر. يعني اسمه هي الاحتياطات، وهو اننا في الاسبوع الاول ماشي مشكل، ما كيكونوش كيتغوطوا بزاف، ما كيكونوش كيتبولوا بزاف، ولكن الاسبوع الثاني ضروري اننا نبدلو لهم هاد الفرشه هادي. اكثر هي في اليوم العاشر، يعني هاد الصوف ديالهم ولا ايا كان، يعني نجاره ولا تبن ولا اي حاجه نبدلو لهم، ما نبقاوش ناعسين ونقولوا لا صافي راه حتى يخرجوا. لا تيخرجوا فعلا، ولكن الا مشاو حتى بقاو عايشين في داك الرائحه ديالهم وداك الفضلات ديالهم والتبول ديالهم، كونوا متاكدين انه ملي غادي يجيو خارجين غادي يخرجوا باش بالجرب. داير شي، راني في القناه ديالي داير شي فيديوهات عن الجرب، يعني ساهلين، ساهل باش كتحيد الجرب، يعني ارشي يعني الكلور يعني ماشي مخفف، يعني هو الكلور مركز، كديروا نفس الكميه مع الزيت ديال الزيتون، وكتخلطوا المحلول وكتمسحوا لهم المناطق اللي ضربوا فيها. ولكن هذا الشيء علاش ما يكونش عندنا واحد التقنيه اننا ننظفوا، ما نخليوش اننا حتى يضربوا لنا بالجرب عاد نمشيو نديروا لهم لان اولا ما غاديش نعيقوا بها، لان غادي يكونوا هما مخنوقين في واحد في واحد في واحد الصندوق. يعني المربي كيتسناهم انهم تيخرجوا، لا ما تسناهمش يخرجوا ويخرجوا لكم بواحد المرض، لا بداو نتوما كطلعوا عليهم ونقيوهم، ما تخليوهمش يعني داك الشيء يتجمع فيهم ويولي جرب لا قدر الله. لا، من 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 لا لا لا، اسبوع لاسبوع حاولوا انكم
يعني في الأسبوع الأول يعني في اليوم العاشر بالضبط حاولوا أنكم تبدلوا لهم هذاك الصوف وهذاك يعني حتى الأم كتكون يعني الدم ديالها يعني باقي لاصق في, 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 في يعني في هذا الشعر ديالها، الدم إلا بقى لاصق في الشعر يعني كيطلق واحد الرائحة وكيطلق حتى كيتكونوا فطريات، ممكن أنهم هادو كيأثروا لنا على يعني الأرانب الحديثي الولادة مين يخرجوا لنا يعني بالداء ديال الجرب لا قدر الله. إذا ديروا الوقاية، نظفوا المشروع ديال تربية الأرانب قائم على النظافة ثم النظافة ثم النظر. إذا الحلقة ديالنا هي هذه، سكيو على زر جيم، ما تنسوناش بزر جيم، وسكيو على زر الجرس كيصلكم كي الجديد ديالي إن شاء الله. إلى اللقاء في الحلقة المقبلة.